السؤال الأول: في كم يوم خلق الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض؟ الجواب: في 6 أيام. وعندما تكلم المشركون وقالوا إن الله سبحانه وتعالى قد تعب من خلق السماوات والأرض، أنزل الله الآية: وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب في خلق السماوات والأرض. أكمل العبارة إن استطعت. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على من هذا النبي الذي قال عنه ذلك سيدنا محمد؟ الجواب هو سيدنا موسى عليه السلام، فأكثر الأنبياء ذكرا في القرآن الكريم هو سيدنا موسى. ذكر سيدنا موسى 138 مرة في القرآن الكريم، وجاء قصص موسى في أكثر من 25 موضع. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ذلك عندما كان رجل مسلم يشتري من رجل نصراني، فقال: والذي فضل موسى على البشر؟ فلطمه المسلم وقال له: ليس هناك أفضل من النبي محمد. فذهب الرجل ليشتكي المسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يعلم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم عادلا في حكمه ويحكم بما أنزل الله. فعندما علم بالشكوى النبي صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: لا تفضلوني على موسى، فعندما أفيق من الصعقة وتعلق بعرش الرحمن أجد موسى متعلقا به، فلا أدري أهو فاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. وهذا تخصيص لموسى عليه السلام، ولا يدل ذلك على أنه أفضل من النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أفضل خلق الله. السؤال الثالث: من هي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها في القرآن الكريم؟ الجواب هو مريم بنت عمران.